أهلا بيك يا سي سليمان، واش تقول على العصابة اللي تنحات؟ هذا ما كانوش كاع باغيين، قالوا نسكتوا، كانوا خايفين من فرنسا. والله الا كانوا خايفين من فرنسا، خايفين من فرنسا بصح هما ما كانوش يهضروا معانا، كانوا يهضروا معانا النواب وفيهم اداريين. قال خطيكم الشكي، راكم عارفين الدوله والعلاقات، وفيهم اللي يجي ينظر لنا. يقولنا ودي يا جماعه اسمعوا اسمعوا، ثم راه يبان لكم غير تنتقموا من فرنسا. هذه الزاناليز راهم جابوا لنا حتى الطلبان تاع الاقتصاد، يقول لك باللي انت راك عارف باللي راك دير العداوه مع فرنسا، راك عارف باللي حنايا شحال عندنا شحال الشركات امبلونتينا، راه برسك 2 مليار ولا 3 مليار معامله تجاريه مع فرنسا، ثم ان الاغلبيه تاع 5 ملايين جزائريين ساكنين في فرنسا، راك غادي تضيق عليهم وتخلق لنا كما يقول لها ازمه دبلوماسيه كيقول لها فرنسي. يا سيدي اودي والله لا خاطيني الفرنسي يا سي سليمان. لا انا يسموها حاجه كي هكذا، هذو منظرين كانوا يجيبوهم. وفعلا وانا احمد الله انني كنت متمرد وكانوا يضحكوا عليا. علاش كانوا يضحكوا عليك يا سي سليمان؟ كان يقولوا معليش ذهبيل جاي من الصحراء خاطر يهضر على العقرب، حتى العقرب ولات موضوع دوله، كانت غير موضوع السعداوي ولات موضوع دوله. بس حاجه ما فهمتهاش يا سي سليمان، علاش انت ديما ضد الافلان وراك في حسبهم؟ انا نحاربهم في عقر دارهم ومعاهم، ونقول لهم اللهم ان هذا منكر، ونزيد حاجه واحده اخرى، ندافع على الشعب اللي جابني. بصح كي نمشي نهز بقاجي وكابتي ونمشي للصحراء ونندفن في الصحراء، ما هي مدفونه من عهد نوح. بصح شفنا شحال من نائب برلماني يدافع على الصحراء يا سي سليمان. يديروا المشاكل كاين بالديانة. سي سليمان كاين يديروا بالديانه. ودي كاين سي سليمان، ودي ترى غير دير الدبلوماسيه، ما كانش اللي يدخل للمشاكل بالديانه. عندك دليل باللي دافعت على الصحراء يا سي سليمان؟ راني قلتها في فيديو، راني راح ندخل في صبحتي. قالوا لهم احنا عندنا مشكل مع السعداوي، السعداوي جهوي حرض الجنوب، ولاو يتهموني بالجنوب السلمي. انا ما قلتش للجنوب يرفد السلاح، وقلت لهم يا انتوما رجال كاينين واحدين عيناني قالوا نفدوا ضدكم السلاح، والله ما تقدروا تحاضروا لهم. وما راكش خايف لا تفسد العلاقات مع فرنسا يا سي سليمان؟ تصرى اللي بغات تصرى مع فرنسا، طالبوا بحقنا. واش الناس ماتت ولا ما ماتتش؟ باش عاد ولادهم راهم مقطعين وبناتهم راهم مقطعين، ماشي بنات الشهداء كانوا يخدموا جفافات، ماشي نساوين الشهداء ماشي كانوا يخدموا ديفان ميناج، وعاد اللي لقاوها شكون يلعب بهم؟ كانوا يعرفوا باللي رجالتهم كسرى كيما هكذا كانوا كاع ما يطلعوش للجبل، ولكن كان حاجه يسموها الايمان بالوطن، يموتوا عليه التراريس باطل، لما يخلصوها. واحد يكون ولد راجل، سمعت ماشي اليوم رانا بخير علينا ونساو اهات الناس، عاشوا اليتم، عاشوا الفقر، الناس حلت عينيها على بوها وامها. الناس تحرموا فعلا، ماشي خطابات نستعطفوا الناس، احنا ما رانا ماشي حتى البوست باش نستعطفوا الناس. الله يحفظك يا سي سليمان، وبقى دائما متهلي في ناس الجنوب وناس الصحراء. سلام يا سي رشيد، واش كاش ما راك تحضر للانتخابات؟ السلام عليكم الزول فلاوات، كي راكم دايرين؟ الحمد لله راكم بخير. فوالا رانا ديما في الدوار، ديما تحت اقامه جبريه حنايا في مدينه عين مران في ولايه جلف. على بالكم بلي عندي 6 ايام بنعوني باه نتلاقى مع الشعب الجزائري، 6 ايام بنعوني باه نلم استمارات في البلديات، وسمحوا لي في عزازكا، في اقبو، في تيجل، في بجايا، في برج بغريرج، في العلمه، في شلف، في الخميس، في تيارت، في تيزي مسيلت. صح خلاص قول 48 ولايه وهنينا. صح قول لنا يا سي رشيد، واش وجدت ملف الترشح تاعك ولا مازال؟ اليوم راني ديما تحت إقامة جبرية غير قانونية في دوار القاقزة مدينة عين مران ولاد شلف. شفناك واحد المرة نقصت من البالكون يا سي رشيد، تقدر تقول لنا علاش ما خرجت من الباب؟ على بالكم بلي منعوني باه نتلاقى مع الشعب، كانوا قدام الباب باه منعوني باه نخرج مع الشعب، باه ندير مسيرة سلمية ضد العودة الخمسة. على هذا الشيء أنايا نقصت من البالكون وشفتوا واش داروا، حبسوني، داروا لي لاكريموجين وحبسوني 6 سوايع في الدروج تاع الباطمة في بريد مركزي في المكتب تاعنا السياسي. وعلى بالكم بلي حنايا قانونيين، حنايا سلميين. صح خلاص على بالنا أنتوما سلميين ديمقراطيين وحضاريين، وأنتوما خاطيكم المشاكل. صح قول لي، واش تقول للشعب الجزائري يا سي رشيد؟ نطلب منكم حاجة، نطلب منكم بلي تجوا لي هنا في الدوار في عين مران على الساعة 10 إن شاء الله. نطلب منكم يا الزعماء، يا الجزائريين، يا الجزائريات، أروحوا لي هنا، نطلب منكم تعاونونا على الساعة 10 إن شاء الله، نروحوا الإسكورت حتى دير عاصمة باه نوصلوا في 3
أمام المجلس الدستوري بعد قدموا ملف ترشح. يا جماعة الجزائريين، هذه الرسالة كاع الجزائريين وكاع الجزائريات اللي راهم باغيين تغيير سلمي قانوني حضاري والديمقراطي في هذا البلاد. السي فارس، ما عدناش الوقت بزاف، قول لنا واش رايك في العصابة اللي كانت حاكمتنا؟ علمك باللي هادو اللي حكمونا فهمونا باللي احنا شعب فقير وحنا تاع الفقاقير وانو بلادنا لا فيها والو. صح يا سي فارس، قول لنا بخلاصة واش رايك في الجزائر؟ اقسم بالله يا خوتي، غير الجزائر بلد غني. واش هو اول اجراء ديره يا سي مزدور لو كانت ولي رئيس؟ اول اجراء الغاء اعتمادات، هذا لانه عرقل الكثير من الشباب، عرقل الكثير من المستثمرين. الاعتمادات في مجالات يمكن ان تكون الولايه ولا البلديه اللي تعطي الاعتماد خلال اسبوع، خلال مده لا تتجاوز الشهر. كل القرارات التي اتخذها يحيى والتي حطمت الاقتصاد الجزائري تدرس دراسه معمقه ونلغيها جميعا. كل القرارات التي اخذها يحيى، وانا ما نسحيش بجموله، انا سالغي كل قرارات يحيى التي حطمت الاقتصاد الجزائري. واول قرار ان الغي لوسياني اللي هو الكونسي ناسيونال دانفستيسمون، 13 وزير يتلاقوا، ما ادري كم يتلاقوا، باش يتلاقوا انت يعني حسنا في سنة. كانه الاقتصاد الجزائري راه ماشي مسكين ومتباطئ وعنده الرفاهيه، وكاننا لا نحتاج الى الاستعجال. منانوك، قول لنا واش تعني لك عباره يتنحاو كاع؟ شكت باين هضر تنحاو كاع مليحه، لما دابية يتنحاو كاع الشعب، راه يقول لك يتنحاو كاع. ما تنساو الشعب تاني، نحو الشعب تاني، نحوهم كاع راك فاهم، نحو النظام الدولة، وسيدو نحو الشعب، عاودوا كل شيء من جديد. الشعب كي داير؟ لا زعما سيبري الشعب تاعنا، شعب كيخونو كاع يكذبو كيطردقو كل شيء، هما كاع كيبكي مالك، هما بروبليم بيناتهم، هما دايرين هكا راك فاهم، نحو كاع ديروا عفسه زومي صرات في التاريخ، الدوله تبدلت كاع كي الشعب، هما بدلوا رواحهم راك فاهم، روحوا كاع البلاد الاخرى. السلام عليكم. والله اللي شي يتاسف، هذا دائما يجي يحكي لنا كي جدنا بكري تاع الغول هذاك، يجي يحكي لنا كل عام ويروح. كذاب هذاك راه يقول لنا التقرير السنوي هذا التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، وراه التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر. انا والله مازال ما فهمتش شنو التطور الاقتصادي والنقدي في الجزائر. لا راه يكذب على روحه ولا راه يكذب علينا، ما فهمناش ولا ميك ولا يكذب الشعب هذا. حنا رانا نشوفوا باللي كاين عجز في الميزان المدفوعات، نشوفوا عجز في التجاره، نشوفوا في امور للامور التدهور التقهور كما يقول الانسان. الدينار الجزائري هذا مع نفرغوه بين البلدان المجاوره راهم يشوفوه ما راهم خير منا. في السبعينات كان ما عندنا لا مؤسسات اقتصاديه لا اقتصاد لا يجي، كان للدين دينار اكثر من الفرنك الفرنسي. اليوم كيفاه اصبح الدينار اللي منشوفو فيه ضعيف ويقول لك داير لك التطور الاقتصادي والنقد؟ والله يا بلاد هذه غير بلاد سبيسيفيك صح. يقول لك نسبه التضخم حسب البنك الجزائري حددت حوالي 5% في 2015. هنا واش راه يقول لك؟ هذا لا يعكس الواقع الذي يعيشه المواطن هنا. حنا رانا كل شيء رانا معتمدينو الريفيني تاع البترول هذا. اما انا نشوف حاجه اللي دوختني انا، كل عام يجي يكذب علينا ويروح. ثاني فتحت لهم هذه درنا هذه درنا هذه، وتقول لي اقتصاد قويه وديجا هذا. اسمح لي قال لك بدل راح تصرح، هذا راه 20 سنه وانا نشوف فيه غير هنا، راه قريب يخلد اس. هي والله العظيم قال لك كيما يقول لك الانسان يا سيدي راه باغي يخلد اس. احنا رانا عندنا 5 سنين نكملوا الروع، ولا دائما نشوفوا غير هنا، دائما يجي يكذب علينا يبلبل علينا دورا ثاني. ما والله رانا متمس، انا من 2012 وانا نشوف فيه هو غير، ويجي يدير لك تطور اقتصادي ونقدي للجزائر. تمسخر بروحك ولا تمسخر بينا؟ راه ما بقولك تشوفينا رانا ميكيات انا ولا كيفاه؟ اي شكرا والله غير هذه صح سبيسيفيك، والله ماني غلط كي قلت سبيسيفيك. بلاد هذا تمشي اللهم بارك الله ويقول لك اقتصاد قوي، روح دير اقتصاد غير روحك انت، واش ما اقتصاد قوي انت؟ ما تمسخرش بينا والله العظيم. حنا رانا امانه في رقبتنا هكذا، حنا باش هما نبينوا في رواحنا ولا هكذا؟ هذه حقيقه ولازم يعرفها اي انسان. والله حاجه كي نصدقوا عليها ولا نديروها راح عندنا مصدق، رانا منبر نهضروا منه. انا نهضروا باسم الشعب، ورانا نهضروا غير انا، لا رانا جايين ابيبري، قولوا لنا رانا ابيبري ولا انا مترافقين هذيك، رانا نحلوا المجلس هذا ونروحوا لديارنا. يا سي بو عناني، شفناك داير ضجه كبيره في الفيسبوك، تقدر تقول لنا واش رايح توفر للشباب لو كان تربح في الرئاسة؟ 100 أورو تولي 900. هاد الشباب نعطيهم يديروا دي كيوس، نعطيهم يديروا لي كيوس، يخدموا لي مارشي، يبيع يشري، عندها لا ليبرتي توتال، اكونديسيون الممنوعات اللي ينطبق عليه القانون. ان شاء الله باذن الله راني داير 5000 ساكن في كل ولاية. زيد قالونا باللي صلي النبي، الديابة حنا نقضوا عليهم، الرشوة ما كانش،
قلقنا على الله وعلى الراشي والمرترشي واللي بينهم. اسمك يا شباب غادي نقلع لكم البيروقراطية انت الإدارات، أنا على بالي بيها الرئيس ولا الوزير كي يجيبوه رامي بنت الحاجرة والسجرة، راني هنا في سبدو على بالي كوميس في إسباس. واش تقول لي فخامة الشعب الجزائري؟ نقولكم حاجة راها لاصقة، إلا ما قلنا ماشي لاصقة لا طايرة. تحية تحية الجزائر. واش تقول لهذوك الناس اللي راهم يضحكوا عليكم؟ كما البارح كان قال باللي في الانترفيو داروا معاه شقلهم قال لهم راهم هنايا المهرجين خاطر علاش غير منا وراي دابا سمعنا باللي راك تجمع في التوقيعات باه تعاود لهم البيع، واش هو الرد نتاعك؟ حزب صغير ما باينش يعيط لي في التليفون نبيع على التوقيعات، مي هذا مرض هذا. سمعتوا شبيبة انا ما ننشر ما نبع ما ننشر، انا راني معكم الشباب تاع 48 ولايه. واش هي علاقتك بنورية بن غبريط ولو كان ترجع رئيس؟ واش رايح ترجعها للوزارة؟ الوزيرة كل احتراماتي لك من غبريط، الكلام اللي سمعته على بالك باللي راه ضرني، وهي الانسان باش يرجع الانسان ما يهربش من الدين خاطر عليه ديننا ديننا الحنيف، لازم عنا المصلى في اي مكان اللي كيما نقولوا في مدرسة او في ادارة الوقت نتاعنا هي الصلاة. رد الفعل نتاعي بكل صراحة، انا كنت متمني اذا طلعت رئيس جمهورية كنت ما عنديش تغيير في الحكومة، بصح كي جات هذه النقطة نقلعها باذن الله. السي مخلوف البومباردي، واش تطلب من الشعب اللي راه مزكيك به تترشح؟ نطلبوا منكم حاجة، ماذا بكم تعاونونا وتحميوا شوية الأرس البوسي والحالة، لازمكم تعرفوا علي من تنتخبوا، ورانا إن شاء الله باه نخدموا لكم الطرق وندور لكم الضو ونحفروا لكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة. صح يا سي مخلوف، واش هو البرنامج اللي توعدهم به؟ نوعدكم إن شاء الله راه يدخلوا لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وباذن الزيت نتاع السانكو. صح، قول لنا يا سي مخلوف، واش هو اول مشروع رايح تبدا بيه مورا الانتخابات؟ احيل الكلمه الى الحاج ابراهيم هو الثان يوضح لكم الامور. تفضل سي الحاج ابراهيم. عمي صالح، بما انك مدير الحمله الانتخابيه لسي مخلوف البومباردي، واش تقدر تعطينا كتوضيحات حول الحمله الانتخابيه نتاعكم؟ ايها الاخوه، أنا ما عندي منظيف كما قاله أستاذي ولي نعمتي السي مخلوف البومباردي، أما لا يا جماعة ماذا بينا باه تسكموا الحلا ونتكاتفوا إن شاء الله، وكما قال السي بومباردي ردوها هذه جنة. نختموا القول نتاعنا بالشعر الملحون اللي يقول ينندهك يا بن صيفية جرحي راهو طالع ليا وريلي وين هدواه. ربي يوفقك عمي مخلوف. Yeah, yeah, yeah. Nerbhu sinigal,
Yeah, 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 y